إنه أمر مثير للسرور حقا أن هذا الملعب يعد من أكبر الملاعب في قارة أفريقيا. إنه أحد أكبر تلك الملاعب في قارة أفريقيا في الوقت الحالي. وبالطبع بمجرد تلقي الموافقات اللازمة سيكون هناك 11 لاعبا في الملعب. ولا أن أعتقد أن هؤلاء اللاعبين سيقومون بمهمتهم خير قيام. بالطبع إن نيجيريا تعتبر أحد أهم الدول المشاركة في البطولة حاليا. ربما يخبرني بعض الحزن أننا لم نصل إلى البطولة أو لم نفز بالبطولة منذ عدة سنوات، ولكن هذا لا أعتقد أن الأمر سيختلف. إن الجميع يقوم بمهمته الآن، كل منا يقوم بواجبه. إننا لم نأتي هنا لمجرد المشاركة في البطولة، بل للعب بصورة جدية وتحقيق الفوز. بالطبع إن المدينة تسألني عن رأيي في المدينة، المدينة مدينة جميلة. نعم، إن المناخ العام رائع للغاية. لقد تجولنا في المدينة ونحن سنعمل جاهدين وسنبذل جهودنا حثيثة لتحقيق الفوز. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في البطولة الأفريقية. نعم، ولكننا في نعم أنا أتذكر أن في المرة السابقة حصلنا على المركز الثالث.